ما هي أخطر ملفات الفساد في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقا ولاحقا؟ ملفتة ما يلبس عليها ثوب. لازم هواي يعني أكو أحد المشاريع اللي طبعا تعرضوا إلى ضرر كبير من وراء بكتها كان رئيس الهيئة أستاذ سالار. أي من بعدهم جتي ست سوها وأحد الإخوان المدراء العامين بسبب موضوع المقبرة. أكو مقبرة النجف. موضوع مقبرة النجف موضوع ملف كبير والإخوان يعني غاضين النظر عليه. 6,000 أو 7,000 دونم أعطوها. إحنا في يعني خلينا نتكلم بواقع. أنا ما سامع ببلدان العالم إنه واحد يروح يبيع له قبر. أنا أول ما أجيت سويت بها كتاب قلت لهم ارسلوا لي أوليات مع المقبرة. سهل نجار والمقبرة شو علاقتها؟ يعني سهل نجار ما كانت موجودة. هسه سهل هي فاشلة. أنا أقول لك أنا حكيت عليها في وقتها قلت إنه فاشلة. يعني سهل لها علاقة بالقبور؟ لا ما لها علاقة. رئيس الاستثمار السابق قبلها وقعوا أي. عقد المقبرة. عقد المقبرة اللي أخذ المستثمر كان الأفرض أنه هو فقط يأجر المكاتب ويسوي خدمات الشوارع. يعني حتى من الموت الموت بالإيجار فلوس بعد تروح تشتري سهم موجودة دي يقولون عليها ب1,600,000 و1,300,000 بيش القبر 25 القبر متر. القبر بيش يعني أطلع ب300 وأعرف شو 300 بالمقبرة النموذجية القبر ب300 عمي والعباس هاي 300 وخذ لي واحد على يقول لك 3 ملايين اعطيك اعطيني قبر بس بالدنيا بالدنيا ما اعطيتوني لا اعطيك رقم علي العمي لا اريد لي قبر القبر ب3 ملايين ايش بيها المقبره مشكله المقبره هاي واحده من الملفات الضخمه اللي هي بيها مشكله كبيره ولا زال التحقيق مفتوح تحقيق بيها مفتوح شكلنا لجنه تحقيقيه تسمع أخبارها زين وين اندفن يطلعونه لا ما أنا غرض العالم أحد ولكن كم دونه من المقبرة أكثر من 6,000 زين 6,000 ليش ما سويتنا هذول العدلين بيها شقق وزعتوها علينا على الناس الفقراء بالنجف هيك دولة نزيهة حايرين بالميت هو تدعيش العدل يلا تفكر بالموت كل شيء خلصتوا فكرتونا بالقبور مو من واحد يسولف يزعلون حتى بالموت بالموت تجارة أستاذ حسن ها قال ثيري تملفات قبل ما احنا نجي ولكن احنا اول مباشرنا كتبنا بيها هذا واقع من المستثمر من المستثمر ها ما اعرف هل تسميهم الولاد اي من هو هاي الولاد من الولاد من اللي طيجات استثمار 6,000 دونم من القبور يعني اللي نطوها بوقتها رئيس السابق كان استاذ من هو من هو؟ أستاذ سالار اللي وقع الإجازة سالار سالار وين هسه؟ سالار نائب رئيس الهيئة الآن؟ إيه نعم شدة بالنظيف غيره؟ يعني غيره بعد أنت تدري التفاصيل هم ما رحين جاهزة هواية يعني كهيئة وطنية ما بيها جاهزة هواية شنو علاقة المحافظ النجف هذه بالمقبرة؟ المحافظ السابق مو هو الحالي السابق إيه؟ السابق يقال أنه أبو الوليد اللي لازم يتعاطى انا يعني ما عندي تفاصيل قلت لك لازم أنا والله يا بتعرف المكشف والمغطي بنات هذا المي بس انت بعصرت لا مصرد لا ما لي غرض بيهم ولكن اكو نقطه مهمه انا احكي لما عندي اوراق انا سويت لجنه تحقيقيه اللجنه التحقيقيه برئاستي على المقبره على المقبره هذه اللجنه التحقيقيه وقعنا كتابه قبل 5 أيام الله عليك اذا وزعوا لك خلي لي قبر يمك لا زين سوي لك ان شاء الله قصر بالجنه وين تحتاج مقبره بالنجف لا والله ضل عليكم كل شيء ما تطن حكومه غير كل شيء ما تطن بيناتنا الله